السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه امبارح امام البرلمان توجه بالتحيه والتقدير للشعب المصري صاحب الكلمه وصاحب القرار على تجديد الثقه لتحمل مسؤوليه قياده وطننا العظيم لفتره رئاسيه جديده. وقال سيادته: منذ ان لبيت نداءكم اقسمت ان يظل امن مصر وتنميتها هو الخيار الاول. تعالوا نشوف مع بعض جزء من كلمه سياده الرئيس. اسمحوا لي في بدايه كلمتي أن أتوجه بتحية شكر وتقدير لشعب مصر العظيم صاحب الكلمة وصاحب القرار رمز الأصالة والعزة والصمود. لكم جميعا يا أبناء مصر الكرام خالص التحية والتقدير على تجديد الثقة لتحمل مسؤولية قيادة وطننا العظيم لفترة رئاسية جديدة. السيدات والسادة، دعوني ونحن في ربوع هذا الصرح العريق الممثل لإرادة شعب مصر أن أجدد معكم على العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون، متسلحين بعرق التاريخ لا نظير له بين البلاد، وعزيمة حاضر أشد رسوخا من الجبال، وأمال مستقبل يحمل بإذن الله كل الخير لبلدنا وشعبنا. شعب مصر العظيم، منذ اليوم الأول الذي لبيت فيه نداءكم وسعيت لتحقيق إرادتكم التي أعلنتموها جلية ساطعة مدوية، وتحركنا معا كرجل واحد لإنقاذ وطننا من براثن التطرف والدمار والانهيار، أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التنمية والتقدم بها هو خياري الأول فوق أي اعتبار، وذلك من خلال نهج المصارحة والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التي واجهناها، مؤكدا لكم أن تماسك كتلتنا الوطنية ووحدة شعبنا هي الضمانة الأولى للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التي يستحقها.